بصوا، بما اننا بنتكلم عن السمارت ووتشز او سوق الساعات الذكيه، فشركه هواوي من الشركات اللي واخده حصه كبيره جدا جدا، وده مش اي كلام، لا فعلا هي واخده حصه كبيره بسبب الكواليتي الجباره اللي بيقدموها، وان هم فاهمين ودارسين كل حاجه هم بيعملوها. وبمناسبه الحاجات المدروسه قوي، فالنهارده جاي اشارككم تجربه الواوي ووتش فيت السبيشال اديشن او الاصدار المميز من هواوي، واللي حقيقه قدمت تجربه لذيذه جدا جدا. وفي البدايه كده، ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني الصراحه هي الماتيريال والوزن، النظره الاوليه على المنتج من شركه هواوي. حقيقي التجربه كانت ممتازه، وده بسبب ان انت عندك هنا وزن خفيف جدا، انت كده تكون مش لابس حاجه في ايدك، سواء الاستراب او الساعه نفسها، الماتيريال اللي موجوده من المعدن، الواجهه الاماميه الزجاجيه المحترمه واللي تحتها شاشه ممتازه جدا جدا، وعندك هنا ظهر من البلاستيك انا مش متأذي منه نهائيا، ولكن اجمالا انا واخد تصميم شيك بماتيريال محترمه. واكيد طبعا خدتوا بالكم من اللون الروش اللي هو الفورست جرين، او لون الخضار بتاع الغابه، هم مسمينه فورست جرين، وحقيقي اللون ده لذيذ شيك جدا، غير اللون الاسود اللي احنا متعودين عليه. واو، هنا مديها كام لون حلوين باسامي غريبه ومريبه، ولكن اللون ده شيك الصراحه، ينفع رجالي وحريمي، وفي نفس الوقت لون مختلف وبيمشي مع كل لبس تقريبا. وطبعا انبساطي بالواتش دي ما كملش الا مع الشاشه الرهيبه اللي موجوده. انت عندك شاشه هنا من نوع امليد بمقاس 1.6 انش، وعايز اقول لك ان كثافه البكسلات هنا هتكون نفس كثافه البكسلات اللي في موبايلك الفول اتش دي بلس. لو انت معاك موبايل بشاشه فول اتش دي بلس، فانت هنا عندك نفس كثافه البكسلات، واللي بتدي لك شاربنس رهيبه جدا في الايكونز وفي شكل القوايم وفي الواتش فيسز، بتحس ان عينك كده مبسوطه وهي بتتفرج. عندك هنا كثافه بكسلات 326 بكسل لكل انش، ودي عاليه جدا على شاشه 1.5 انش. كنت بتاخد نفس كثافه البكسلات دي على شاشه فول اتش دي بلس، فالموضوع شيك جدا جدا جدا، وهيفرق معاك في تجربتك انت. كل حاجه هتبص عليها هتلاقيها بيرفكت، مرسومه بحرفيه شديده، مش هتلاقي اي كده بكسلات ولا اي حاجه، عينك مش هتشوف بكسلات. عجبني اكتر بقى ان الحمد لله عندك هنا زرار، السمارت باندز الارخص ما بيكونش فيها زرار نهائيا، فبتضطر ان انت تتعامل كل حاجه بتاتش. لا، انت عندك هنا زرار من على الجنب، وحقيقي شيك، هو بيستخدم عشان يرجعك للهوم، ولو انت في الهوم بيفتح لك قائمه، مش هنقول التطبيقات لان الساعه ما بتدعمش التطبيقات، لان دي واتش فيت مش الجي تي او مش سمارت واتش كامله من هواوي، فبالتالي ممكن نقول المميزات بتاعه الواتش فيت. فبمجرد ما بتدوس عليه بيفتح لك، والكليك بتاعته حلو قوي الصراحه، انا بجرب معاكم دلوقتي، فبيفتح لك قائمه المميزات. عندك بقى الورك اوتس، عندك بقى الهارت ريت ان هو يقيس لك نبض القلب، تقيس نسبه الاكسجين في القلب، ريكوردز بقى الحاجات الرياضات اللي انت عملتها، بقى التجميع بتاع اليوم بتاعك والاداء بتاعك على مدار استخدامك للساعه، تتبع النوم، الضغط، تقدر تعرف ضغطك، الضغط النفسي، الاسترس عندك عامل ايه، بتقدر تتبع البريثنج، الجوده بتاعه التنفس بتاعتك، انت ايه اخبارك، بتتنفس صح ولا غلط، شويه حاجات كده بس شيك الصراحه. ده بالاضافه ان كل الاشعارات او النوتيفيكيشنز بتاعه الموبايل بتجيلك على الساعه، وساعه بتدعم اللغه العربيه، والاصيع بقى ان هي بتدعم الفاست ريبلاينج او الكويك ريبلاينج اللي هو الردود السريعه، موجوده هنا في الساعه لبرامج السوشيال ميديا او معظمها زي واتساب وفايبر وتليجرام. ده بالاضافه لعندك ميزه اللي هي فايند ماي فون، ان انا لو جيت دوست عليها الموبايل بيقعد يرن بقى، ان انت تلاقي الموبايل وكده، فميزه انا شايفها لطيفه قوي. ده بالاضافه لتعديلات كتير موجوده جوه السيتنجز. ده بالاضافه لواتش فيسز اكتر بقى، يعني انت جوه السيتنجز تعدل كل حاجه في الساعه، من اول الاولويز اون ديسبلاي تشغلها او تقفلها، طبعا انت عندك شاشه امليد فاولويز اون ديسبلاي، عندك شويه مميزات كتير، ولكن الجامد اكتر هو التخصيص نفسه. انت عندك الواتش فيسز نفسها قابله للتخصيص، ودي حاجه عجباني جدا، تقدر تخش كده تعدل، انا عايز هنا شاشه، عايز هنا اخلي ساعه، لا اخلي تطبيق معين هو الاختصار على الشاشه اللي بره، كل واتش فيس تخصيص معين. والاجمد ان كل واتش فيس ليه اولويز اون ديسبلاي مختلفه، يعني مش كلهم مثلا اول ما الشاشه ما بتطفي بتلاقي ساعه ديجيتال ثابته، لا كل واتش فيس بيبقى ليها اولويز اون ديسبلاي ظاهره معاك طول الوقت بشكل ثابت، وجامده قوي ومنبثقه او معموله او متصممه من الواتش فيس الاساسيه، فدي حاجه اخر شيء. هتقولي اكيد كل ده بيسحب من البطاريه، هقول لك طبيعي، ولكن البطاريه هنا خرافيه جدا مقابل المميزات اللي موجوده في الواتش فيت. البطاريه هنا تقدر على شحن 5 دقائق تقعد يوم كامل، ده بالاضافه انها بتشحن من 0 ل 100% في 45 دقيقه بس. الشحن او الكيبل اللي موجود هنا هو كيبل سريع، والساعه بتدعم الشحن السريع. ده بالاضافه لان انت عندك هنا الاولويز اون ديسبلاي، لو شغلته الساعه هتقعد معاك 6 ايام، لكن لو ما شغلتوش وطفيته، والساعه طبعا هيبقى شغال فيها ان انت اول ما ترفع ايدك كده الجستشر او الايماء ده ان هي تنور معاك، فالساعه هتقعد معاك 9 ايام، وده على كلام شركه هواوي، ولكن يعني
هي اوليزونز بلاي بتقعد معاك في الرينج ده، ممكن ازيد حاجه بسيطه على حسب استخدامك او اقل حاجه بسيطه. من الحاجات اللي عجبتني قوي هو ان الساعه بتجي بنظام هارموني او اس، وده بيخلي الساعه سموز جدا سلس قوي، سواء انت بتنزل شريط الاختصارات من فوق بتفتح النوتيفيكيشن او الاشعارات من تحت، تقدر يعني تستمتع بتجربه التنقل جوه السوفت وير بتاع الساعه والجيسترز والايماءات اللي بتخليك تتنقل ما بين كل حاجه، ما بين كل ميزه والتانيه، فدي حاجه لطيفه قوي. ده بالاضافه لان انت مع الهارموني او اس عندك تحكم كامل بتطبيق هواوي هيلث، وده موجود على الهارموني او اس هواتف هواوي، وموجود على اندرويد، وموجود على نظام الاي او اس الايفون، وشغال على التلاتة بتناغم رهيب جدا جدا. مفيش ميزة انا خسرتها نهائيا لما جربت ان استخدمها على هارموني او اس او اندرويد او اي او اس، كل المميزات شغاله، ودي حاجه انا بحترمها جدا في شركه واوي. نيجي بقى للميزه الاساسيه، سواء السمارت باندز من واوي او اللاين بتاع الواتش فيت من واوي، برضو الاثنين هدفهم الاساسي ان هم يكونوا فيتنس تراكر او متتبع للياقتك البدنيه وصحتك، مش مقياس تعتمد عليه في ان انت تشخص مرض معين، ولكن هو انت بتتابع بيه صحتك عامله ازاي، بيكون مقياس انت تمام او يعني انت في مشكله، لا زور طبيب عشان تتاكد من الموضوع ده. ولكن انت عندك هنا فوق ال 100 ورك اوت، 100 تخصيص تدريب معين او لرياضه معينه، ودي حاجه جامده جدا. وعايز اقول لكم ان واوي من اكتر الشركات الموثوقه او اللي بتحط لك سنسورز او بتدي لك قرايات اكيوريت او واقعيه مقارنه بشركات تانية كتير. وكلامي هنا ينطبق على الورك اوتس الموجوده وتتبع النوم، ده بالاضافه ان في تجربه مخصصه قوي للبنات موجوده في الساعه دي، وده اللي بيميزها عن ساعات تانية كتير. الأصيع بقى ان واوي بتقدر ان هي تجمع كل البيانات اللي هي خدتها من تدريبك، وان انت قياسات السنسورز الموجوده، نسبه الاكسجين ونبض القلب والكلام ده كله، وبتقدم لك ميزه جديده اللي هي ترو سبورت، اللي عن طريق الالجوريثم اللي واوي موظفاها في الواتش دي بتقدر تطلع لك نتائج ممتازه جدا لللود اللي انت بتعمله على نفسك، للتعافي بتاعك، اللي انت عملت مجهود قد ايه، جريت قد ايه، كل ده بيترجم لارقام ممتازه جدا وواقعيه جدا تقدر تعتمد عليها بشكل كبير قوي. نيجي بقى لأكتر حاجة بتفرق مع الناس، بتفرق معانا شخصيا، وهي مقاومة المية في الساعات الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء. مقاومة المية هنا هي 5 ATM، وده معناه ان انت عندك مقاومة المية تحت ضغط 50 متر مية، يعني تحت لو انت مثلا في حمام سباحة او حاجة، لا انت معاك لحد 50 متر بس، اكتر من كده لسه ممكن تتعرض للضرر. وبالنسبة لي يعني خلي الموضوع ده تحت الظروف القاسية، يعني انت مجبر تعمل ده، يعني الساعة مقاومة للمية مش مضادة للمية، عشان تحافظ على الاستثمار بتاعك اللي هيبقى موجود في الواتش فيت دي بعد كده، وما تلاقيهاش باظت منك وتبقى انت السبب في ان هي باظت منك. لكن غير كده رزاز الماء، الدنيا مطرت، بتتمرن، عرقت، الكلام ده كله، الاستخدام الطبيعي ده كله، الساعة مقاومة ليه. وتقريبا دي كل حاجة في تجربة الواتش فيت، اكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت الفيديو، وخد بالكم دي السبيشال اديشن او النسخة المميزة من الواتش فيت دي، واكتبوا لي اكتر ميزة عجبتكم في الساعة، وهل انتم متحمسين تشتروها ولا لا. طبعا كل حاجة اكتبوها في الكومنتس، ولو عندكم اي اسئلة او استفسارات برضو اكتبوها في الكومنتس، بس مش لايك فاعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، وبس كده. كان معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم في فيديو عظيم جاي، مع السلامة.